ديالي كديري لاباس عليكم بخير، نتمنىكم تكونوا كما ديما على خير وبخير وبصحة جيدة كامل ان شاء الله. اليوم جينا نهضروا على واحد الحالة اللي هو المرض، هو مش مرض ولكن نهضروا على القبض او الامساك. كلشي كيعرف وكلشي داز من هاد المرحلة ديال الامساك او القبض، واليوم جينا نهضروا عليه وان شاء الله نعالجوه باذن الله تعالى. ونعطيكم الطريقة ديالي باش انا نعطيكم الوصفة تاعي اللي انا كنستعمل باش كنحيد هذا القبض هذا وكنعالجه. من اسباب القبض هو تقليل من شرب الماء. الناس ما كيشربوش الماء بكثرة، خاص لابد 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 شرب اترو على الاقل اترو ونصف من الماء. ما كناكلوش الالياف الا وهي النخالة، يعني الحبوب الكامله يعني ما كنستعملوهاش، وما كناخذوش الخضروات او الفواكه بكثره. يعني لابد لابد في الفتره تاعت القبض او الامساك لابد من اكل الالياف والخضروات والفواكه وشرب الماء بكثره. اليوم غادي نعطيكم الطريقه ديالي اللي انا كنعتمد عليها دائما اللي كتنحي لي القبض، ونتمنى انكم تستافدوا منها وتجربوها وتنفعكم على بركه الله. اول حاجه غادي نقول لكم الياغورت. الياغورت ممكن انكم تستعملوا الياغورت الطبيعي، انا عندي هنا ياغورت الكرز كما كتشوفوا، ياغورت الكرز ممكن انكم تستعملوا كما قلت لكم اي ياغورت باي مذاق كتحبوا نتومايا، او تفضلوا انكم تستعملوا ياغورت طبيعي. هنا عندي كنعتمد ديما انا على الكرز، حيث الكرز مفيد جدا في الامساك، يعني غزال 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 الامساك. غادي ناخد هاد الياغورت، هادي ناخدو على هاد الشكل هذا. ممكن انكم تشربوا هكايا، ولكن انا غنعطيكم الطريقه ديالي اللي كندير. ناخد ملعقتين من النخاله على هاد الشكل هذا، ولا ملعقتين ونصف على حسب، نخلطو كيما هاك. انا ما غنشربوش دابا، غادي نخلي النخالة ديالي حتى تطلق هذيك الالياف ديالها على هاد الشكل هذا، على الاقل ساعة ونخلي على هذا الشكل هذا. يعني ممكن لكم انكم تعملوه قبل الافطار بساعه وتبداو به، كتفطروا تاكلوا هاد الياغورت هذا. هذه الطريقه ديالتي الاولى. والطريقه ديالي الثانيه هي الكرز العادي ديالنا. هنا عندي كرز مجمد، حيت انا كنجمدو كنخليه على طول العام. كما كتشوفوا استعملناه هنا في هذا البلاستيك هذا في المجمد. كناخذ كميه من الكرز، كميه قليله من الكرز، وكنطحنوه مع الماء، الكرز مع الماء، يعني كنطحنوه في طحال كهربائي. من بعد ممكن انكم تستعملوا معاه ملعقه عسل، ولكن انا ما كندير معاه والو غير مجرد الكرز والماء، كنطحنهم كعصير ونشربوه على الريق. ممكن لك انك تشربيه على الريق، ممكن لك تشربيه قبل وجبه الافطار. وهادو هما الطريقه ديالي وهادو هما الوصفات ديالي اللي انا كنستعمل. ولا بد لا بد لا بد من شرب الماء بكثره في هذه المرحله هذه. ومن اسباب القبض يعني هو البواسل اللي انا كنت تكلمت لكم عليه في الحلقه الفاتة في القناه ديالي، كاين الفيديو ديالي في القناه ديالي، وغادي نحط لكم الرابط ديالو. ونتمنى انكم تكونوا تشافيتوا منه، كل الناس اللي شافوا الفيديو انهم استفدوا من هذه الوصفه هذه اللي كنت عطيتكم، اللي هو السمن، يعني غزال 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 بزاف البواسل، ولا بد من علاج القبض باش نحيدوا البواسل. نتمنى هذه الوصفه تاعتي تاع اليوم انها تنال الاعجاب ديالكم وبالشفاء لجميع المسلمين والمسلمات. ونتمنى من ربي ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالتعليقات ديالكم اللي كتفرحني، والناس اللي اول مره اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا انهم يتشاركوا معايا في القناه ديالي ويدعموني. محتاجه الدعم ديالكم، وتضغطوا على الجرس تحت صندوق الوصف
باش يوصلكم كل جديد القناة. وجزاكم الله كل خير، ونتلقاو ان شاء الله في وصفة جديدة. خليتكم على خير وصحة فطوركم. باي باي.